الأخطاء التي يقع الناس فيها فيما يتعلق بأمر الطلاق أيضا ترك الإحسان في التسريح. ترك الإحسان في التسريح، بعض الرجال لا يمتثلون أمر الله. الله جل وعلا أمر أن تمسك النساء بمعروف أو يسرحن بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإمساك بالمعروف قيام بشؤونها وحقوقها، والتسريح بالإحسان يكون بعدم إلحاق الضرر بها. مثاله مثلا أن يطلقها ويخليها مثلا إلين قرب ما تكمل 3 قروء، ثم بعد ذلك يراجعها ويعلقها فترة، ثم يطلقها مرة ثانية إلين يعني تقارب 3 قروء، ثم قبل العدة يراجعها ويخليها فترة معلقة هكذا، ثم يطلقها الطلقة الثالثة. وهذا فيه ما فيه من الإضرار بالمرأة، وهذا ليس من الإحسان، بل هو من الظلم والجور. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وهذا من شأن أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية هكذا حينما كانوا يريدون الإضرار بمرأة، تجد بأنهم يطلقونها ثم يعيدونها ثم يطلقونها ثم يعيدونها ثم يطلقونها هكذا ولو إلى 1000 مرة حتى تبقى. وكانت المرأة يعني تتضرر بذلك أيما ضرر، فلا هي زوجة ولها حقوق الزوجات، ولا هي تخلصت من هذا الرجل وعلمت بأنها مطلقة. الشرع منع هذا وأباح للرجل الطلاق مرتان، قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ليس له أن يجعل المسألة لعبا يلعب بهذه المسكينة ويتلاعب بعواطفها ومشاعرها وحياتها، فيبقى هكذا مترددا بين الطلاق والمراجعة حتى يلحق الضرر بها. ليس له إلا المرة ثم المرتان، ثم بعد ذلك يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. إذا أراد أن يعيد الكرة مرة ثالثة فإنها تتحلل بأمر الشرع من رباط الزوجية، وتبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.